كده القبر اكتر احنا ناحية الميدل. القبر يبقى ميدل سيريبرال ارتري. الانتيريور هيبقى اللور اكتر من القبر. بالظبط بالظبط. وطبعا هيبقى كونترالاترال يعني الناحية التانية، فتبقى دي ليفت احنا ريليجن فور رايت. يبقى رايت ميدل سيريبرال ارتري صحيح. وانا معلش يعني انا معلمها كده، عايز اقول لكم الطريقه اللي انا شغال بيها في القصه دي. ده مثلا البرين، اوكي ناخد لون تاني كده. الحته دي اللي بيغذيها الانتيريور سيريبرال ارتري، تمام. الحته اللي ورا الحته دي ده البوستيريور سيريبرال ارتري، والباقي بقى الحتة دي كلها بتاعت الميدل سيريبرال ارتري. الليجن بقى بتاع الانتيريور هيبقى هي اكتر في اللور ليمب، ده اكتر في ابر ليمب. ده طبعا هيعمل فيجوال اجنوزيا وسيريبرال، كان فيجوال اجنوزيا صح؟ كان الفرق بين أيوة. البوستيريور في الموضوع الهيمونوماس هيما انوبيا، ده هيبقى معاه مايكرو سبيرنج، ده هيعمل برضو ايه هيمونوماس هيما انوبيا برضو، كان ده معاه بروكس اريا برضو فيعمل افيزيا. كان معاه ايه تاني؟ بيعمل افيزيا افيزيا صح، وبيعمل حاجة في ال فيرنكس افيزيا الاثنين لا حاجة في الفيجن برضو مش عارفة اسمها، كان ليها اسم. هيمونوماس هيمي انوبيا بس، وده بيعمل هيمونوماس هيمي انوبيا بس، نفرقهم ان ده بيبقى معاه هيمونوماس هيمي انوبيا وذ ماكلر سبيرنج، يبقى كده انا في البوستيريور لو قال لي سبيرنج. طبعا هي هتيجي بس انا عشان المكان محفظها بالصوره دي يعني فوتو ميموري يبقى حلوه. طيب كونترالاترال هيمي باريسيس وسنسوري لوس with upper extremity being more affected than the lower كونترالاترال هونوناس هيمي انوبيا and aphysia than middle cerebral artery as understanding of stroke territories is important both in clinical practice but also in MRCP. Internal limb weakness is it must be remembered that an ischemic event in the anterior cerebral territory caused contralateral hemiparesis leg أكتر من الأرم، والميدل هيكون الفيس والأرم أكتر من الليج. طيب posterior cerebral artery lesion caused contralateral homonomous hemianopia with amnesia and sensory loss. أمنيزيا أمنيزيا يعني ميموري لوس صح؟ اللي كانت ايه أمنيزيا؟ فكروني. ميدل continuous cerebral artery قلنا اللي هي contralateral hemiparesis والsensory loss والextremity هتبقى أكتر من الأبر. طيب الميدل قلنا هتبقى نفس الكلام بس الإيه الفيس والأبر أكتر من اللور. الكونتر هيبقى فيه contralateral homonomous هيمي أنوبيا وأفيزيا. طيب ال posterior cerebral artery هيبقى contralateral homonomous هيمي أنوبيا لكن فيه هيبقى فيه macular sphere لأن المacula expressed in إيه both sides وفي فيجوال اجنوزيا. تمام في حاجه اسمها فيبر سندروم اللي هي برانش اوف بوستيريور سيربرال ارتي ذات سبلاي ذا ميد برين، هيبقى في ابسي لاترال كريني نيرف 3 بولسي وكونترا لاترال ويكنس اوف ابر اند لور اكستريمتي. طبعا طالع منه الثيرد والفورث كريني نيرفز، عشان كده ما تبقى لو قلت يبقى اعرف انا في الميد برين كده. تمام بوستير انفيرور سيريبيلر ارتري ده بقى هنبتدي نروح للسيريبيلر اللي هي لاترال ميدارلو سيندروم او ويلمبرج سيندروم ابسي لاترال فيشيال بين وتمبريتشر لوس، تمام، وكونترا لاترال ليمبو تورسو بين وتمبريتشر لوس اكسيون ستوب زي ما الدنيا كلها سنسوري بس الفيس هيبقى عكس الايه الليمبس.
في الناحية نفس الناحية بالنسبة للفيس وعكس الناحية في الإيه في الليمبس. يبقى في التاكسيا وفي محفوظ ان هي تبقى كروزد، كروزد البين والتمبريتشر هيبقوا كروزد تمام. على نفس الناحية. طيب الابس لاترال دي عشان رايت وليفت وكده، الابس لاترال هيبقى اللي هو اللي في الفيس كرينيال نيرف زي هو في البرين ستيم كله، البرين ستيم الكرينيال نيرفز كلها بتبقى ايبسي لاتر في بالظبط. نفس مكان الليجن، انما التانية اي بقى الليجن تاني بيبقى عكس الكونترا لاتر. اسمها ايه اللي هي اللي بيحصل فيها ديكستيشن دي؟ بتكون بعد قبل الليفل ده. طيب anterior inferior cerebellar artery اللي هي lateral pontine syndrome دي anterior inferior، تانية كانت posterior inferior. Anterior inferior دي هتكون symptoms similar لل Willingberg اللي هي زي اللي احنا قلناها بالظبط، بس هيبقى في ipsilateral facial paralysis و deafness. يعني لو دخل فيها موتور هيبقى في facial paralysis و deafness كمان، deafness يبقى في كمان hearing loss، يبقى احنا كده في الانتيرير cerebellar. تمام. طيب retinal والophthalmic artery طبعا ده هيعملوا لي اماروسيس فيجاس اللي هو لوس كومبليت لوس اوف فيجن. طيب البازيلر ارتري لوكت ان سيندروم، حد فاكر لوكت ان ولا هو يشرح حد؟ اللوكد ان سيندروم اللي هو اللي كان بيحصل في لما كنا بنعمل كوركشن للهايبوناتريميا، مش بيحصل معاه اللوكد سيندروم اللي هو المينو البونتاين مايلينو، هو نفس اللوكد سيندروم يعني. هو بس في حاجه في اللي هي البرين ستيم دي، ان هو في الويبر في الميد برين كان واخد التالت، في البتاع ده في المظله واخد الخامس، في البون واخد ال اسمه ده السابع بقى والثامن. يعني كل ما بننزل بناخد احنا لو الترتيب بتاع تخيلنا الكرينيال الكرينيال نيرفز طلع منين، من الاول والثاني طبعا دول فوق في البرين اللي هو الاوبتيك، ثلاثة خمسة الثالث والرابع ميد برين، سبعة خامس الخامس ترايجيمينال طلع طبعا من من البونز صح؟ النيوكلس بتاعته في البونز بتاعي صح؟ خامس بتاعي من اول السادس السابع وهكذا، كله ده هيبقى تحت بقى في المظله. هو في صوره احنا المفروض نجيبها هي هتلخص لكم القصه، هي هتيجي اكيد ريحنا، بتاعت السيركل اوف ويلز سيركل، عشان نجيبها سيركل اوف ويلز ولا قصدك سيركل اوف ويلز، هي تلخص كل الليجنز دي. انا فاكر كان في صوره كويسه جدا نجيبها لكم، هي دي نشيرها مع بعض الرائحه. لو بدأنا من تحت من هنا من هنا، طبعا هنتخيل المظلة هتبقى تحت فوقيها البونز فوقيها الميد برين بعد كده الإيه البرين. لو نزلنا من تحت نلاقي البايكا أول واحد هيقابلنا، البايكا ده برانش من الفيرتبرال أرتري تمام، يبقى الفيرتبرال قبل ما يبقى بازيلر تو فيرتبرال يتحدوا مع بعض يعملوا بازيلر ويدوا البوستيريور سيريبرال، اللي بيتحد مع ده البوستيريور سايكل مع الانتيريور سايكل اللي هي بتدي ده، بيبقى الانترنال كاروت هيدينا الانتيريور والميدل سيريبرال مع بعض، كل دول هيبقوا السيركل اوف ويلز. تحت بقى من الاول خالص في الفيرتبرال هو اللي هيدينا الايه البايكا، البايكا دي بدان تحت، يبقى احنا بنتكلم في ايه المظله اللاترال مدلر سيندروم، هيبقى معاه ايه اللاترال مدلر سيندروم قلنا بين وتمبريتشر كروزد. نطلع فوق شويه الايكا، الايكا ده هيبقى في ال في هيبقى برانش من البازيلر تمام، هيرنج لوس هيبقى معاه هيرنج لوس او فيشيال باراليسيس زائد بلس الحاجات بتاعت البايكا، بالايكا ياخد زياده الفيشيال بولسي والهيرنج لوس البازيلر برانشز دي اللي بتغذي، هي دي بتاعت اللوكد ان سندروم اللي بتغذي التاين تمام.
فاضل معانا ايه تاني كده؟ خلصنا من التو سندروم، الايكا والانكا والبازيلر ارتري، تمام. ايه تاني كان كاتب معاهم؟ بتاع الميد برين، كان ميد برين مش عارف، كان ميد برين ده برانشز من البوستيريور سيريبرال ارتري. لو حصل في البرانشز بتاعت البوستيريور سيريبرال ارتري مشكله، هتعمل لي مشكله في الميد برين اللي هو اللي قلنا بيأثر على الثيرد كرينيال نيرف، ومعاه ايه تاني؟ ومعاه هو كنترولاتر سنسوري لوس. معاه كونترالاترال، تمام. بس كده، والبرانش بتاع الاوفثالميك ده اللي هيعمل الاميروزيس اللي كان كاتبها معانا. يبقى الصورة دي قصدي يعني كويسة في ان الواحد دي اورينتد بالليجن دي. طيب نكمل يا دكتورة عائشة. تمام. Lacunar strokes present with either isolated hemiparesis أو hemisensory loss or hemiparesis with limb ataxia. يبقى hemiparesis و hemisensory أو hemiparesis with limb ataxia. Strong association with hypertension. Common sites include basal ganglia والثيمس والثلمس والinternal capsule. دي اللي كان على السيلت ستروكس اللي بتيجي مع الهايبرتنشن. Sixty-year-old male present to his neurology follow-up clinic after being diagnosed with motor neuron disease 6 months ago. Unfortunately, he reported increasing immobility since his diagnosis while he was working full time as a lawyer 6 months ago. He is now mostly bedbound and his wife has become his full time carer. He was initially started on riluzole, but this was stopped 2 months ago after his blood test revealed liver transaminitis, likely second to riluzole. He is seeing you in clinic for an alternative treatment, but is only interested in therapeutics that will prolong his life. What's the most obvious? طبعا ما فيش. أو نقول له بقى إيه؟ ventilation. هما كانوا اتنين اللي بيزودوا اللي بي respiratory physiosis ال non invasive وال invasive. أي بس non invasive اللي كان هو أفضل أصلا من البداية، المفروض كانوا فاكر إنه كان في واحد أفضل من واحد، كان واحد كان 6 شهور. بالظبط كده. أيوه. Unfortunately, riluzole is the only drug that has been proven to demonstrate a disease-modifying effect on motor neuron disease, increasing survival from diagnosis from 12 to 15, 3 شهور. Although genetic studies have implicated superoxide dismutase as a pathogenic mechanism for motor neuron disease, other therapies to reduce oxidative stress has so far been unsuccessful, such as the addition of vitamin E with N-acetylcysteine. أما بالنسبة non-invasive ventilation is the only other therapy that seem to prolong life expectancy, but only if the patient can tolerate greater than 4 hours per day non-invasive, and without severe bulbar dysfunction. يعني يقدر يبلع طبعا. As a result, non-invasive ventilation recommended by NICE and the American Academy of Neurology when the patient has developed signs of respiratory stress. Type 2 respiratory failure أو forced vital capacity تكون قلت تحت ال 50، يعني يكون يا إما دخل في respiratory failure يا إما عنده respiratory stress يا إما ال FVC تكون نزلت عن 50%. Or the patient reported orthopneic. تمام. However, patients with severe bulbar palsy or cognitive impairment are excluded. يعني زي ما يكون هنعذبه مثلا، يعني لو هو عنده الحاجات دي هو already end. طيب المانجمنت اعتقد مش هيقول كلام جديد، نقراها. طيب motor neuron disease neurological condition of unknown cause which can present with both upper and lower motor neuron signs. It's يعني فيها upper ومotor. تمام. motor طبعا fasciculation ده أهم حاجة فيها. It rarely present before 40.
It rarely present before 40 and various patterns of disease recognized, including amyotrophic lateral sclerosis, progressive muscular atrophy, with bulbar palsy. Aerolazole prevents stimulation of glutamate receptors, used mainly in amyotrophic lateral sclerosis, prolonged life by 3 months. Respiratory care, renal invasive ventilation, usually by bed, is used at night. Studies show that survival benefit around 7 months. Type 7 months, come on, 1 month. Prognosis, more 50% of the patient die in 3 years. وفي كان في جدول برضو بيفرق بين الثلاثة، أنهي البور بروجنوزز فيهم؟ حد فاكر أنهي الأجريس؟ كان في واحد أصلا واحد كان البربر بتاعي، كان الموست كومن اللي هو الاي اي ال اس بتاعي، صح؟ والأحسنهم بروجنوزز البروجرافي في ماسكولار، والتاني البالبر ده كان أسوأهم بروجنوزز. بالبر كان أسوأ واحد تقريبا، أنا فاكر كده. كان هيجيبها بعد كده، هو هنا كاتب الموضوع مختصر أصلا. طيب احنا كده بيتهيألي خلصت كده دكتورة؟ تمام. طيب شكرا دكتورة عائشة. عفوا دكتور An 85-year-old woman was referred by her GP to a stroke team on an urgent outpatient basis after her rest home staff reported an unusual episode of the previous week. The patient normally suffered from mild dementia but was independent with activity of daily life with minimal assistance from care staff. 1 week previously, she had been found unusually drowsy in armchair at her home. Staff recalled that she had been inconsistent with the following command, and in particular was unable to raise her arm in the air and was unable to stand. The يبقى جديد عندها ان هي but unable to raise her left arm or unable to stand. The drowsiness and arm weakness has resolved within 30 minutes. However, the patient has subsequently been more confused than normal with reduced mobility. On direct questioning, rest home staff reported that a few days before the above episode, the patient had lost her balance and had sat down heavily on the ground. ان هي وقعت من كام يوم، وقعت قبل ما السيمبتوم دي تحصل لها، وقعت على الارض جامد. The care worker with her at that time was certain that the patient had not hit her head during this incident. هي برغم انها وقعت جامد بس ما خبطتش دماغها. Possible history include mild dementia, myocardial infarction, and AF. Regular medication include aspirin 75 milligram, ramipril 2.5 وبيسبرولول 2.5, statin ووارفرين. التارجت اي ان ار عندها من 2 ل 3. Review of recent blood test monitoring show that the patient اي ان ار has been well controlled over recent months with no result outside of therapeutic range. لما نفكر في هيموريج او كده هو كان controlled. The patient did not drink and was long term ex smoker. As mentioned above, the patient normally need minimal assistance with self-care and was fully continent. مفيش أي مشاكل في الايه في اليورينيشن وكده. Examination clinic demonstrated significant cognitive impairment. The abbreviated mental state score كان 4 من 10, but without evidence of dysphagia. Pupil were equal and reactive to light with no papilledema on fundoscopy. There was a full range of conjugate eye movement. No facial weakness or sensory loss was demonstrated. Tongue or palate function was unremarkable with no weakness or of trapezius muscle. Examination of peripheral nerve was unremarkable except for visible slight pronator drift in the left arm and upgoing left plantar response. Cardiovascular examination, يبقى هو ما عندهاش cranial nerve. بس هي البريفرال نيرف عندها كان بس في سلايد برونيتور دريفت في الليفت ارم واب جوينج ليفت بلانتر ريسبونس. كارديوفاسكولار اكزامينشن واز ان ريماركابل اكسبت فور ان ريجولار بولس ريسبيراتوري ريجولار بولس ده خلينا نفكر ان ممكن تبقى اف او كده. ريسبيراتوري اند ابزومن اكزامينشن واز ان ريماركابل. الريزلت اوف انفستيجيشن بيرفورم التايب اوف كلينيكال اسسمنت كان كالتالي. الاي سي جي اي اف ريت 80 normal axis with inferiority wave inversion. Chest X-ray في clear lung field. والكاروتيد دوبلر no significant stenosis في right internal carotid artery. 50% stenosis في left internal carotid artery. يبقى right ما فيهوش significant لكن في 50% stenosis في left.
ترانسثوراسيك ايكو، مايلد ليفت فنتريكولار سيستوليك امبيرمنت، ونورمال فالفولار فانكشن، ونو ميورال ثرومبس، ما كانش فيه ثرومبس موجود. طب what's the most likely finding of CT scan performed after clinic review؟ يعني تعتقد الـ CT هتوري ايه؟ هي old وعندها dementia ووقعت من كام يوم. old age. old age بتاع عندها بورفرين. اه انتي كواجولانت وبتقع كنترول خلاص هي كده وقعت. اه مظبوط. تبقى مفيش هي النيرف سيريبرال انفاركشن، هي عندها اي اف بس ما كانش فيه ترومبس ولا حاجه بالترانسراسيك ايكو. هل هيبقى سب اركنيد هيموريدج؟ هل سيريبرال انفاركشن؟ هل انترا سيريبرال هيموريدج؟ ولا نورمال بريشر هيدروكيفلس؟ ولا سب ديورال هيماتوما؟ فاكتور كتيرة بس هي بتهيألي سب ديورال عشان الايج عشان سنها فريكونت فول، بس هي هنا مش الكوهوليزم، هي برضه سب ديورال وعشان في ساينز اللي في لوكاليزيشن اللي هو السيريبرال هيموريدج اللي هو المين ديفرنشال بالنسبه لنا سيريبرال هيموريدج. ايوه اعتقد يعني مش هيبقى فيه لوكاليزيشن كده، احنا هنا في حته في مكان في لوكاليزيشن. طيب يعني ممكن سيريبرال انفراكشن، هو كاتب سيريبرال انفراكشن بس سيبها عايمه قوي. لا مش هيموريدج برضه، هتبقى هيموريدج اعتقد مش انفراكشن برضه. بس هي ان هي ريزولفد within 30 minutes برضه، بس هي وورفارينايزد، فمع الوورفارينايزد صعب جدا يجي يعني يجي. بس هو قال ان الاي ان ار كان within therapeutic ممكن، بس يعني اه كان ستيب. ما هو بيقول لك لو العيان لو مش ناحيه البليدنج ما هو ده ممكن يكسكلود الحاجات الهيمورج الثانيه مش السب ديور، لان هو كده كده اللي هو الاولد ايج بيبقى هو سسبتبل للسب ديور حتى لو مش واقع ما وقعش يعني. يعني هو اعتقد بي هو بيدي ان هو احنا قلنا اصلا ان هو ممكن ما تكونش دايركت تروما، ممكن اللي هي حركه جامده او كده صح. وهي 85 ودمنشيا. قلنا دايما السب ديورال دي كانت مع الاولد ايش، مع الالكوهوليك، مع الفريكونت فول، مع الناس، فهي اكتر حاجه قريبه من الكيس دي ان فيها ديستراكتور كتيره. نشوف هو بيكسكلود الاذرز ازاي بقى. Diagnosis of their hematoma can be challenging, especially in those individuals with underlying dementia. In particular, a high index of suspicion is required in elderly patients. هو عايز يخلينا نبقى minded بأن هو old elderly patient وبدأ عنده new neurological symptom مش سفير قوي، بس هي مثلا بتأد on كل شوية أو في تغير، نحط في دماغنا موضوع subdural hematoma. A high index of suspicion is required in elderly patients treated with anticoagulant drugs. Subdural hemorrhage commonly occur after a minor injury with up to 50% of cases preceded by a fall without head injury. يعني مش شرط انه يحصل head injury. Transient focal neurological deficit can occur up to 20% of cases leading to potential for diagnostic confusion with TIA. In this case, patient history fall anticoagulation ليش يا دكتوره؟ هي الحته دي لان هو كان ذاكر من فوق ان هي حاجه وفكت بعد 30 دقيقه، يعني ده برضو هي اسوشيتد مع تي اي اي عادي. او متلخبط، ممكن تلخبط يعني. بس ان عندها ايه؟ ما هو الهيموراجيك برضو يا جماعه، ما هي برضو فيها اسكيميا، انت في هيموراجيك مكان فبيأثر على البرين تيشو اللي جنبها. مش احنا قلنا ان احيانا بيحصل اديما اصلا، يبقى في كومبليكيشنز للهيموراجيك ده. اه ما هو اساس الاحتماليه يعني ان احنا نفكر نروح فين يا ده يعني. In this case the patient history fall and anticoagulation and worsening confusion all point towards subdural hematoma. هي الحته بتاعت ال worsening confusion ده ان هو دي من الساينز بتاعت ان بيحصل subdural hematoma. As the most likely underlying pathology, the lack of risk factor for cerebral infarction other than appropriately treated the AF makes this less likely. The history is less likely to be consistent with other possible answers. فعلا هي كان فيها فلكتور بتاع
consciousness. فيكتور دي برضو معاهم برضو، يبقى old age و fluctuation in consciousness و alcoholic frequent fall. ساعات بيبقى معايا transient focal neurological عادي deficit عشان ما تلخبطش مع TIA. Subdural hemorrhage, subdural hematomas, collection of blood deep to the dural layer of meninges. The blood is not within a substance of brain and therefore called extra-axial or extrinsic lesion. They can be unilateral or bilateral. Subdural hematoma can be classified in terms of their age, acute or subacute or chronic. Although collection of blood is within the same anatomical compartment, acute or chronic subdural have important differences in terms of their mechanism associated clinical feature والmanagement. يعني بالرغم ان هم في نفس المكان والاثنين فيهم hemorrhage، بس سواء الميكانيزم او الكلينيكال فيتشر او المانجمنت كله مختلف. بالنسبه للacute subdural hematoma, collection of fresh blood within a subdural space is most commonly caused by high impact trauma. Since it is associated with high impact injury, there is often other brain underlying brain injuries. There is a spectrum of severity of symptom and presentation depending on the size of the comprehensive acute subdural hematoma and associated injury. Presentation ranges from incidental finding in trauma to severe coma and coning due to herniation. CT imaging is the first line investigation and will show crescentic collection not limited by suture lines. They will appear hyperdense, bright in comparison to the brain. Large acute subdural hematoma will push the brain with mass effect and cause midline shift or herniation. عشان كده بتعمل كونين. Small or incidental acute subdural can be observed conservatively. Surgical options include monitoring of intra cranial pressure and decompressive cranioectomy. يبقى في الأكيوت بتبقى محتاجة هاي امباكت، ممكن بتعمل ماس افكت، تعمل بوش تعمل ميد لاين شيفت، تعمل برين هيرنيشن، وبتبقى نوت ليميتد بالسوتشر لاين. ساعات بيحصل التريتمنت بيبقى دي كومبريسيف كرانيوتومي، مونيتورنج للانتر كرانيال بريشر، وبناء عليه هقرر هيعمل دي كومبريسيف كرانيوتومي ولا لا. هو ممكن يبقى اوبزرفد كونزرفاتلي، بس انا هتابع بالانتر كرانيال بريشر وبناء عليه هعمل دي كومبريسيف كرانيوتومي. ده بالنسبه للسمول او الانسيدنت. طيب الكرونيك بقى سبديورال هيماتوما، كولكشن اوف بلاد وذين السبديورال سبيس اند هاز بين بريزنت فور ويكس تو مانثس. Rupture of small bridging veins within subdural space rupture can and cause slow bleeding. Elderly or alcoholic patients are particularly at risk of subdural hematoma since they have brain atrophy and they're therefore fragile or taut bridging vein. The presentation is typically or severe or typically a several week to months progressive history of either confusion or reduced consciousness or neurological deficit. هي دي المهم جدا في الموضوع كديفرنشال في الكرونيك سبديورال هيماتوم، ان هو بناء على مدى اسابيع وشهور بيحصل كاملتيف يا كونفيوجن يا ريديوس كونشسنس يا كاملتيف نيورولوجيكال ديفكت، كل شويه بيزيد. الانفنت also have fragile bridging vein and can rupture in shaking baby syndrome. ده سبب يعني shaking baby syndrome سببها برضو المشكلة بتحصل في bridging vein دي. On CT images the similarity are calcentric in shape, not restricted by suture line and compress the brain. تعمل mass effect. In contrast to acute subdural, chronic subdural are hypodense compared to the substance of the brain. If the chronic subdural is an incidental finding or it is small in size with no associated neurological deficit, then it can be managed conservatively with the hope that it will dissolve with time. If the patient is confused, had an associated neurological deficit or have severe imaging finding, then surgical decompression with bar holes is required. فطبعا على حسب الايه المانيفستيشن، مفيش هي انسيدنتال فايندنج ملهاش اي سيمتوم هسيبها ريزولف لوحدها، لا هي عامله سيرجيكال عامله مشاكل وفي نيورولوجيكال ديفيسيت، ساعتها يعمل ايه سيرجيكال ديكومبريشن. ماشي، احنا قلنا اسمها ايه الفينز اللي فيها الهيمرج، بريدجنج فينز او ايه تاني؟ هنا البريدجنج اوف السب ديورال بريدجنج فين، لا كان لها اسم تاني برضه
اللي هي غير البريدجينج فينز دي، المننجيال فينز هي دي ولا ايه؟ مش فاكر. هي دي مننجيس ممكن. الميد المننجيال دي بتاعت الاكسترا ديورال. اكسترا ديورال المننجيال ارتش. دي في الاكسترا ديورال. ميد المننجيال ارتش ده الاكسترا ديورال. اوكي. A 46-year-old white Caucasian female presented to the emergency department after waking up unable to walk and complain about the problem with vision in her right eye. The patient says that she is normally extremely healthy and the only time she has ever visited her GP was when she had an episode of diarrhea and vomiting about a week ago. She is understandably distressed as she has not experienced any symptom before and has not been previously diagnosed with any medical condition. She has no drug or family history. Nursing staff reported to you that she has been given bad on her bed as she is incontinent of urine, which she is tearfully embarrassed by. On examination, her cranial nerve or right relative afferent pupillary defect is noted. يبقى بالنسبة للcranial nerve examination في right relative afferent pupillary defect. وهي incontinent of urine وعندها loss of vision. طيب. Visual activity والcolor vision 6 على 6 و17 في الإشهارة plates on left و6 على 60 و0 17 في الإشهارة plates on right. يبقى هو المشكلة في الرايت الليفت تمام. She report no يعني الفيجن الكالر فيجن والفيجوال اكتيفيتي موجودين. She report no diplopia with a full range of eye movement and normal facial sensation. الفيشال movement are normal يبقى ما عندهاش ديبلوبيا. في الاي كل الاي موفمنت تمام والفيشل سيستم تمام والفيشل يعني لا بقيه الكرينيال نيرف تمام مفيش لا الخامس ولا السابع ولا السادس ولا. طيب فندس كوبي واز ان ريماركابل اكزاميشن اوف ذا بيشنت ابر اند لور لمب باور ديمونستريت نورمال تون ويز من 2 من 5 باور في الليفت ارم والليج ان اول موفمنت. يبقى الليفت سايد هو اللي ايه في الارم والليج في ريديوس في الباور in all movement. واربعة الخمسة all movement في right arm or leg. There is a patchy loss of sensation to cotton wool on right lateral wrist and anterior aspect of left lateral chin. يعني في loss of sensation في right وفي left. واخد هنا chin of tibia وهنا في الايه في wrist. يعني في هنا في الابر وهنا في اللور. Post plantar upgoing or reflexes brisk at knee and ankle bilaterally. A tone and the saddle sensation are intact. The anal tone and saddle sensation intact. تمام. Where the patient cognitive state is normal on superficial examination. An urgent MRI head. بس هي incontinent. يعني هي the anal tone عندها تمام بس هي incontinent of urine. والsensation تمام. طيب ال patient cognitive state normal on superficial examination. Urgent MRI head and whole spine demonstrate abnormal high signal in cervical cord from 3 ل 7. تمام. Her blood test mislabeled and hence unavailable. A lumbar puncture was performed with the following result. White blood cells at muscle, RBCs أقل من 1, البروتين 0.9. الجلوكوز في هو دلوقتي خلينا السيرم هو دلوقتي 5.2 سيرم 10.2 نص تقريبا والاولجي كلونال باند اويتد والفايرال بيشوف في ام اس مثلا او كده والفايرال بي سي ار اويتد شوف هل في اي فايرال ولا كده. طيب what's the most likely diagnosis هو دلوقتي في دلوقتي في اي اوبتيك نيورايتس في افكشن وفي هاي سيجنال من سي 3 ل سي 7 في السباين. والاي موفمنت تمام والفيشيال والترايجيمينال تمام كرينيال نيرف يبقى هو الاوبتيك نيورايتس بس في الكرينيال. يا في ميل ميدل هيست ميل عندها رايت اي
بس relative optic neuritis دي قصدك الرايت relative افرنت بيبولر ديفكت صح؟ اه اوبتيك او بعدين هي جايب بلوتوث فيجن اصلا. لها ام اس كده اللي هي بس هي مفيش فيها مفيش بين، هي ده بينلس لوس اوف فيجن، ما قالش ان عندها بين يعني. هي بس القصه ان الليجن في الـ في السيرفايكال في البتاع ده في الـ في الـ في السباين ان هو ماسك من سي 3 لسي 7 هاي انتنس كله بيرس مايتس يعني ولا ترانسفيرس ماي لايتس. هو هو بالنسبه على اكيد اكتر مع الاوتونوميك عندك كمان اوتونوميك بشكل على ترانسفيرس يعني. ترانسفيرس هي هي مش اوبتيك نويز هي بس اه هيعمل اوبتيك نيورايتس، هيعمل الليجن هتبقى تحت ال يعني في الابر واللور وماشي، بس ايه ده غير اوبتيك نيورايتس؟ قلت اوبتيك هو انت كمل اعتبر سكلروزا هتبقى ماشي معاها ولا ايه؟ ما هي مع الام اس ماشيه مع الام اس، بس مشكلتها ان هو الام اس بتبقى دي مالينيتنج ليجن وبتبقى بتاخد سكيب ليجن حته او حته، لا ما تاخدش كل اللينس بتاع الانفولفمنت من سي من سي صح 3 لسي 7 في في السباين، هي دي اللي مش مع الام اس، انما غير كده يعني متهيألي ما فيش مرض تاني هيفسر كل ده غير ام اس، بس الام اس الديستريبيوشن لازم ده يبقى مش مع الام اس. ليجن تانية لو انت هتشخصها كلينيك، لازم يبقى عنده باست هيستوري اللي حصل له ليجن قبل كده، وان سنه كبير على ان هو يبقى ام اس. الايديوباثيك انتركرينيال هايبرتنشن دي كانت بتبقى معاها بابليديما، معاها بابليديما هنا بيقول نو بابليديما بين الفندسكوبان هي اللي قرأتها صح ولا لا؟ مش هيبقى يوني لاتر سكوب ار يعني، دي ريبلاد بتبقى سكرين وبتبقى مثلا كونتراسيبتيف وبعدين احنا بيلز دلوقتي وبتبقى بنتكلم ان اوتيز الموست هنا وبتبقى ستار فايندنج موضوع السيرفايكال كورد ده يعني، دي الحاجة الواضحة قوي بالنسبة انا لنا ان بحاول، احنا انا هنشخص الاساس بحاول اكسكلود يعني السيجنال. خلص هي مايلايتس اي تمام سيجنال، عارف اي ومعاها سيجنال اوبتيك يعني ايه؟ نيرف. اي سيجنال دي يعني في ميه او في انفلاميشن او ايوه في في اديما في انفلاميشن، اه بالظبط السباينال كورد هتبقى هي ماشية جدا ترانسفيرس ترانسفيرس مايلايتس، بس مايلايتس موضوع هي اللي في تحت موضوع دي. ما هو ديفايسز ديزيز اللي تاخر ده ولا ديفيس ده هو نيورومايلايتس اوبتيك، هو اوبتيك اوبتيك نيورايتس مع اه الاوبتيكا مايلايتس ايوه صح وده اسمه صح صح تاني ايوه هو بس حطيتها كده لما يكون اي انفولفمنت معاه ايوه، ما تلاقي حاجه انت ما غريبه اختارها وخلاص. ديفيك ديزيز اللي هو النيوماتيس اه ما عشان واخد من سي من سي 3 لسي 7 واخد اكتر من 3 سيجمنت صح، واخد اكتر من 3 سيجمنت صح يا اشرف الله ينور عليك. ده هو لو ما كانش قايل حاجه كانت يعني هتبقى متاهه جامد قوي يعني، عندها ليجنز في كل حته ويونيلاترال وبايلاترال وسنسوري لا ونيورو ترانزفيرس ما قدرتش ياخد 1 سكند. صح. A first episode of optic neuritis and myelitis occurring together is suggestive of central neuroinflammatory cause. A full range of eye movement make Miller figure syndrome unlikely, where any ataxia demonstrated is likely secondary to limb weakness. Although there is a temptation of diagnosis MS in a patient with feature disseminated in place, the key to the answer are the site of the lesion, optic nerve, cervical cord. الكي تو ذا انسر ار ذا سايت اوف ليجن الاوبتيك نيرف والسيرفيكال كورد اند ذا لونج لينث اوف كورد انفولفمنت بيوند ذا 3 فيرتبرال ليفل ماتش مور سجستيف اوف نيورومايلاتس اوبتيكا اور ديفيس ولا ديفيكس ديزيز ذا دايجنوزس وود بي كلينشد باي بوزيتيف اكوا بيورين فور انتي بودي. بتعرف في الام ار سي بي دايما الترانسفيرس ميلاتس بيجي بيسترو فارد انفكشن، هو مش لازم يعني مش شرط يكون فار انفكشن، هو زي ما في الكيزس هيجيب هيستوري اوف فار انفكشن. هو احنا فكرنا في ام اس بس عشان ال